بكم. المخرج المصري خيري بشارة فسبيل المرميد اف بي ام المواجهة. يحسر علي أن أقدم هذا الضيف الخاص لأنه أستاذ ويرفض أن نناديه بالأستاذ. يحسر علي أن أقدم خيري بشارة لأني إن أقدمت على سرد كل الأعمال التي صنعها للجيل الذي سبقني ولجيلي وللجيل الذي أتى بعدي سيعتقد بأني أفضي بسنه الحقيقي. مع ذلك يمكن أن أقول بأن خيري بشارة هو هذا الشاب الأبدي الذي استوعب بعد أن حقق ما حققه للسينما المصرية والعربية بأنه يجب أن يمنح إنسانيته حقها قليلاً على حساب السينما وعلى حساب الفن. هو مبدع العوام رقم 70 ويوم مر يوم حلو وتوق والإسورة وآيس كريم في جليم وغيرها، عشرات الأفلام والأعمال التلفزية وعشرات من نجوم أدارهم ضيف الأفلام أحمد زكي وفاتن حمامة وشريهان وفردوس عبد الحميد وعزة العيالي وكل أولئك الآخرين والأخريات. خيري بشارة شكل مع رباعي آخر يتكون من محمد خان ورأفة تلميهي وعاطف طيب وداود عبد السيد علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية الواقعية الجديدة. أثق بواحد من كبارنا الذين رحلوا، سمير فريد، الذي قال بأن فيلم العوامة رقم 70 لضيف الـ FBM هو بداية الواقعية الجديدة هناك في مصر، هناك حيث كان حال السينما في الماضي أفضل من حالها في الحاضر. هو واحد ممن أخرج السينما العربية من الاستوديوهات وحمل الكاميرا ليعين هموم المصريين وأمالهم التي شكلت آمال فئات منا حينئذ. مع كل ما ذكرت أعترف بأنه يعسر علي أن أقدم هذا الضيف الخاص وضيف المهرجان العربي للفيلم بالدار البيضاء. حاولت، أريد فقط أن أنال أجر المحاولة فقط لا غير. خيري بشارة في الـ FBM لنعبر. مقدمة نارية. شوف أستاذ، كنظن بأنه كيف ما قلت يعسر تقديم مسار طويل، لكني حاولت، عندي أجر المحاولة على كل حال. ده عندك أجر ونص.